سنتجاوز بإذن الله هذا الظرف الذي نعيشه. مهما اجتهدنا ومهما طورنا من معايير للتطبيق نموذج للحماية من هذا المرض، لن ننجح بدونكم وبدون تعاونكم وبدون التزامكم معنا. بكل هذه الثقة والقوة والاعتزاز، لأن حولي شعبا عظيما شامخا حريصا على التكاتف مع الجيش والأمن وإسناد مؤسسات الدولة، مواطنين يعملون بعزيمة وينجزون باحتراف ويضحون بشجاعة. ودعوني أقول لكم، أنتم كبار لأنكم تحققون الإنجازات العظيمة. سنتجاوز بعون الله كل التحديات. نعم، وقريبا ستقام الصلوات في المساجد والكنائس، وستعود الحياة للشوارع والأسواق، وسيعود العمال إلى مصانعهم والموظفون إلى مؤسساتهم، وسنرى أبنانا وبناتنا الطلبة يخرجون كل صباح إلى مدارسهم وجامعاتهم. قريبا كل هذا سيتحقق، شده وبتزول إن شاء الله.